بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هتكلم عن توبكس مهمه جدا في الماشين ليرنينج. ما ينفعش يكون في ماشين ليرنينج انجينير ما يعرفهاش. طبعا في حاجات انت خدتوها قبل كده، بس عاوزين ناكد برضو على شويه حاجات برضو مهمه موجوده في الموضوع ده. في حاجات انتم ما خدتوهاش لحد دلوقتي، وفي حاجات خدتوها بس هناكد عليها. طيب ايه الحاجات اللي احنا هنشتغل عليها دي؟ اللي هي الداتا سبليتنج، ازاي بنقسم الداتا الى تريننج وفاليديشن وتيست، وليه بنقسم اصلا الداتا ديت، ويعني ايه تريننج ويعني ايه فاليديشن ويعني ايه تيستنج. طيب في حاجه ثالثه تانيه اسمها الكروس فاليديشن والتايبس. الكروس فاليديشن دي حاجه بتستخدم في انك ازاي تشتغل على الداتا بتاعتك بحيث انك تعمل بارامتر تيوننج، او عشان تجيب افضل بارامترز تشتغل عليها. ماشي. طيب وعشان برضه بتعدل في الاكيورسي بتاعتك، بحيث انك تخلي الموديل بتاعك يشوف الداتا بتاعتك باكتر من شكل معين، عشان يحل مشكله اسمها ايه؟ مش مشكله بتاعت الاوفر فيتنج. المشكله بتاعت الاوفر فيتنج ديت عامله زي مشكله انك جايب طفل صغير وبتحفظه. فاحنا مش عاوزين نحفظ الموديل، احنا عاوزين يخليه يشوف الداتا باكتر من شكل. ايه اللي بيخلي ايه التكنيك اللي بيخلي الموديل يشوف الداتا باكتر من شكل؟ حاجه اسمها الكروس فاليديشن بكل بساطه. تمام. الاوفر فيتنج طبعا اخدناها قبل كده، هنشوفها المشاكل بتاعتها وازاي نحلها طبعا باستخدام تكنيكس معينه. والاندر فيتنج برضو دي مشكله موجوده وازاي نحلها، وعندنا شويه حلول كده. حاجه اسمها ريجولاريزيشن اللي هي زي الدروب اوت والاوجمنتيشن. طبعا انت لسه ما خدتوش شبكات عصبيه، بس لما ناخد الشبكات العصبيه ان شاء الله والديب نيورال نتورك، برضو الحلول ديت دي الاساس اصلا اللي بتحل المشاكل اللي بتظهر في الشبكات العصبيه. هناخد بس فكره بسيطه عنها عشان لما نيجي نشتغل بعد كده في الشبكات العصبيه يكون النظريات ديت او الكلمات ديت تكون واضحه بالنسبه لكم يعني. تمام. تمام طيب اول حاجه ان احنا عندنا داتا سبليتنج. احنا المفروض بيبقى عندنا معانا داتا سيت، والمفروض الداتا سيت دي بدنا نقسمها الى اجزاء. جزء ليه تريننج، وطبعا لازم يكون بيولوجيك كده، لازم يكون التريننج بتاعك اكبر جزء من الداتا اللي انت شغال عليها. مثلا لو افترض ان انت عندك الداتا بتاعتك 100 ريكورد، فانت المفروض يكون مش اقل من 75% يكون للتريننج، والباقي يكون للفاليديشن والتستنج. طيب الفاليديشن دي عباره عن ايه؟ دي احنا بناخد جزء من التريننج داتا بنستخدمه لوحده كده عشان نعمل ايفالويشن للموديل بتاعنا، عشان نعمل ايفالويشن للبارامترز، عشان نعمل حاجه اسمها تيوننج للبارامترز، عشان نختار افضل بارامترز تشتغل على الموديل بحيث ان تطلع لي افضل اكيورسي في الاخر. ماشي. طيب هتلاحظ ان انت عندك جزء كده على الجنب كده تيستنج، محدش بيشوفه خالص الا في الاخر خالص، الا بعد ما تخلص الموديل بتاعك وتطلع الاكيورسي اللي انت رضيت عنها، وتبدا بقى تسلم الموديل بتاعك ده الى ايه؟ الى حد عشان يتست الموديل بتاعك عشان يشوف هو بيبرفورم صح ولا غلط يعني. طيب مين اللي هيحكم على الموديل ده في الاخر اللي هو التستنج دي تبقى. طيب يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان احنا الداتا بتاعتنا تتقسم الى جزء تريننج مثلا. يعني لو انت عندك الداتا بتاعتك 100%، فانت على الاقل المفروض تقسم الداتا بتاعتك الى ممكن نقول هنا 70% للتريننج و15% للفاليديشن، وعندنا 15% من للتستنج. طيب يبقى التريننج دي هي المفروض لازم تكون اكبر حاجه، لان انت بتدرب الموديل بتاعك، فلازم يشوف اشكال مختلفه، لازم يشوف داتا كتير بحيث ان هو ايه يماب على كل اشكال الداتا اللي هو ممكن يبص عليها. الفاليديشن بتستخدم زي ما قلت لك في الاول خالص، انت المفروض كل موديل بيدخل له مجموعه بارامترز صح كده؟ مين اللي هيحدد لي ده افضل بارامتر وافضل قيمه ليه كام؟ مين اللي هيحدد الكلام ده؟ حاجه اسمها الفاليديشن داتا سيت، دي اللي انا هستخدمها عشان تعمل لي ايه؟ عشان تعمل لي ايفالويشن للبارامترز بتاعتي، عشان تعمل لي تيوننج للبارامترز بتاعتي. طيب التستنج حاجه بتركنها كده خالص لحد ما تعمل فاليديشن وتخلص كده وخلاص، يعني طلعت افضل بارامترز عندك وطلعت الموديل بقى خلاص بعد ما عملت تريننج، تبدا بقى التست ايه؟ تعمل بريدكشن بقى باستخدام التست ديت عشان تحسب ايه في الاخر بقى؟ عشان تحسب الاكيورسي. احسب المتريكس ايرور بقى لو ريجريشن، بالظبط، والاكيورسي سكور بقى والحاجات دي لو بالظبط كده. كلاسيفيكيشن. يبقى انت بتركن التست ديتا خالص، بتركنها كده على جنب محدش بيشوفها خالص الا بعد ما بتخلص التريننج بتاعك والفاليديشن بتاعك عشان توصل الموديل بتاعك لافضل حاله. بعد كده بتبدا تاخد الموديل وتطبق عليه تيستنج ديتا بحيث انها عشان تحسب الاكيورسي، لان التست ديتا دي انا عارف الانبوت والاوت صح كده؟ انت عارف الاكشوال اوت. فانت المفروض لما بتيجي تطبق التست ديتا دي بتاخد الانبوت بتاعها بس، اللي هو الجزء الانبوت بس اللي هو المفروض يعني ايه، لو نفترض يعني انت عندك الجزء ده هو الانبوت ماشي،
وبيبقى عندك الاوتبوت هنا، صح ولا ايه؟ صح. فانت صح. بتاخد الجزء ده بس وتدخله على مين؟ تدخله على الموديل اللي طلع من مين؟ من الجزء ده كده. فبيطلع لك ايه بقى؟ بيطلع لك قيم اللي هي الواي بريدكشن، صح؟ تبدا انت بقى بعد كده تاخد تقارن الواي بريدكشن دي بالواي اكشوال اللي هي الواي ترو الموجوده الاصليه، صح كده؟ اللي هي الواي تيست الاصليه. طيب لو انت شغال ريجريشن، لو انت شغال ريجريشن، فبتبدا تحسب مين سكوير ايرور مثلا، تبدا تحسب الميديان سكوير ايرور ايا كان انت بتعتمد على انهي نوع من الايرور. طيب لو انت شغال كلاسيفيكيشن، فانت لازم تحسب الاكيورسي بقى، لو انت بتعتمد على الاكيورسي تشوف بقى اكتر واحد من ترو بوزيتيف والترو نيجاتيف والفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف، وعلى اساس دولت بتطلع شويه ميتريكس كده، حاجه بقى خاصه بقى الاكيورسي بريسيشن وريكول والكلام ده. ايوه ماشي تمام. فده ليه؟ ده الهدف بتاع الداتا سبليتنج. فهمنا كده الهدف بتاع الداتا سبليتنج عامل ازاي؟ تمام. طيب مين اللي بيساعدنا بقى في موضوع؟ طبعا التريننج مفهوم والتستنج مفهوم، صح كده؟ يعني انت مثلا عندك ديتا 100%، فانت هتقسمها في الاول 80% مثلا و20%. ال 20% دول خلاص هيبقوا تيستنج، ال 80% دي هتاخد بقى جزء منهم فاليديشن والباقي هيبقى تريننج. طيب هو التكنيك اللي انت هتقسم بيه ده، اللي انت هتقسم بقى التريننج والفاليديشن ده، التكنيك ده هيبقى عباره عن ايه بقى؟ ده هتخش بقى في موضوع ثاني. الموضوع الثاني ده اسمه ايه؟ اللي هو الفاليديشن داتا سيت بقى، لسه هنتكلم عنها يعني. طيب خلينا نشوف بس ايه الكلام النظري اللي هو بيقول عليه ده. اول حاجه بيقول لي التريننج داتا سيت، اول حاجه بقى التريننج داتا سيت اللي هو الجزء الاولاني اللي هو ده. ماشي. انت ذا سامبل اوف داتا يوز تو فيت ذا موديل، اللي هي الداتا اللي بتستخدم عشان تعمل فيتنج للموديل. طبعا انت لما بتيجي تعمل اي اوبجكت من موديل بتلاقي كلمه فيت دي مقابلك على طول، صح كده؟ طيب بتبعت لها ايه بقى؟ انت بتبعت لها التريننج داتا وتبعت لها الواي بتاعتها، صح؟ طيب بيقول لي ذا اكشوال داتا سيت ذات وي يوز تو ترين ذا موديل، ده برضه تعريف لتريننج داتا سيت. ويتس اند بايسز ان ذا كيس اوف نيورال نت، لو انت شغال على نيورال نتورك فبتبعت لها كمان ايه؟ حاجه اسمها البايس يعني اللي هو القيم بتاعتها بواحد. طيب ذا موديل سيز اند ليرنز فروم ذيس داتا، طبعا دي اهم جزء يعني موجود عندي في داتا سيت، اللي الموديل بتاعي بيستخدمها عشان يعمل فيتنج عشان يطلع الموديل بتاعك في الاخر. طيب خلينا بقى نتكلم بقى دلوقتي عن الموضوع بتاع الفاليديشن داتا سيت، او بيسموها الديفلوبمنت ايه؟ الديفلوبمنت سيت. اسمها كده ان في شويه تطوير كده هيحصل، او في شويه يعني في شويه حاجات هتحصل بحيث انك تختار انك تعمل حاجه اسمها فاين تيونينج للموديل بتاعك. ايه الفاين تيونينج دي؟ بيقول لي الماشين ليرنينج التكنيكس اللي انت استخدمتها دي ليها مجموعه بارامترز كتير قوي، صح كده؟ هتلاحظ دايما وانت بتاخد اوبجكت من برامتر هتلاقي ممكن تلاقي برامتر ممكن يعدي 30 برامتر. في مثلا نيورال نتورك فيها كتير جدا. طيب ازاي انت هتحدد الكلام ده كله؟ انت طبعا مش هتقعد تحفظ الكلام ده كله، ومش هتبقى عارف ايه افضل قيمه تشتغل على الداتا اللي موجوده معاك دلوقتي. فقال لك ايه؟ قال لك انا هستخدم حاجه اسمها فاليديشن داتا سيت. كان بيعملوا ايه زمان بقى قبل ما تظهر التكنيك بتاع الجريد سيرش؟ بيعملوا زمان ايه؟ كان يعمل فور لوب، والفور لوب ديت كل مره تدي القيمه برامتر مثلا واحد ويشتغل ويطلع اوت، بعد كده يدي البرامتر قيمه ثانيه ويشتغل ويطلع اوت، بعد كده يدي نفس البرامتر قيمه ثالثه ويشتغل ويطلع اوت. طيب ده على برامتر واحد، صح كده؟ طب لو انت شغال على اكتر من برامتر 5 6 هتضطر كل مره ايه تاخد البرامتر الثاني وتدي له اكتر من قيمه، وكل مره يشتغل ويطلع اوت، بعد كده تدي له قيمه ثانيه ويشتغل ويطلع اوت، وهكذا وانت ماشي كده. بس الموضوع ايه؟ هيبقى ممل جدا جدا، وهتحتاج لوبس كتير قوي عشان تقعد ايه تقعد. طيب انا كنت بتكلم في الفاليديشن سيت او بيسموها الديفلوبمنت سيت، ودي اللي بتستخدم عشان تعمل حاجه اسمها فاين تيون ذا موديل هايبر بارامترز، اللي احنا زي ما احنا عارفين ان كل موديل بنستخدمه بناخد منه اوبجكت بيبقى ليه مجموعه بارامترز بياخدها عشان يشتغل على الداتا اللي انت مديها له. طيب انت هتعرف افضل قيم للبارامترز دي ازاي؟ لازم تقعد تجرب. زمان لما كان ما كانش موجود الجريد سيرش اللي انا كنت بكلمك عنه من الاول خالص، كان ايه اللي بيحصل؟ كنت انت مضطر تعمل فور لوب وكل شويه تدي للموديل، تدي البارامتر بتاع الموديل ده تدي له قيمه جديده فيشتغل ويطلع اكيورسي، بعد كده تدي له قيمه ثانيه يشتغل ويطلع اكيورسي، بعد كده تدي له قيمه ثالثه يشتغل ويطلع اكيورسي، وتبدا بقى تشوف هو افضل قيمه انا اديتها للبارامتر ده كام وطلعت افضل اكيورسي كام. فالموضوع كان متعب ده لو انت شغال على بارامتر واحد. طب لو شغال على اثنين بارامتر فمضطر كل مره تغير برضه البارامتر الثاني والثالث والرابع والخامس، فالموضوع كان متعب، صح كده ولا ايه؟ تمام. طيب ايه اللي حصل بقى دلوقتي؟ قال لك بقى في حاجه اسمها ايه اللي هو الجريد سيرش تكنيك، ده كان بيعمل لك الكلام ده كله بسطور بسيطه كده، ماشي.
طيب بيعمل لك نفس الفكره اللي احنا بنتكلم فيه دي بس بسطور بسيطه كده. طيب احنا لسه بنتكلم دلوقتي في فايده الفاليديشن داتا سيت. يبقى الفاليديشن سيت، الفاليديشن داتا سيت دي انا بستخدمها كاني بعمل بريدكشن كده بيها، وابدا اشوف الاوتبوت اللي طلع كام وابدا اقارنه مع الاكشوال اوتبوت واشوف الاكيورسي طلع كام بالبارامتر اللي انا اديتها له دلوقتي. بعد كده اقوم مديله بارامتر تاني، اقوم مدي للموديل بارامتر تاني مختلف عشان يطلع موديل، واستخدم الموديل ده عشان استخدم الفاليديشن داتا سيت معاها وابدا اشوف الاكيورسي كام. بعد كده ادي بارامتر ثالث وهكذا بقى، تبدا تشوف كل مره هيطلع اكيورسي كام، وتبدا تحسب بقى تشوف هو ايه افضل بارامتر انا اديتها له عشان اعمل تريننج. طيب وبعد ما توصل في الاخر خالص ان افضل بارامترز انت اشتغلت عليها طلعت افضل اكيورسي، بس دي اللي هتعتمدها بقى وتبدا تشتغل عليه. طيب فده اللي هو ايه، ده اللي هو الفاليديشن سيت. طيب ايه بقى التكنيكس بتاعه الفاليديشن سيت عشان تقسم الداتا بشكل صحيح الى جزء تريننج وجزء ايه وجزء إيه يحصل ان هو يكون فاليديشن؟ حاجه اسمها ايه بقى؟ لسه هنتكلم عنها بقى، في ثلاث انواع منهم اساسيين يعني لسه هنتكلم عنهم، ازاي تقسم الداتا بتاعتك الى الجزء للتريننج وجزء للفاليديشن. طبعا الجزء بتاع التستنج ده على جنب، ماليش مالكش دعوه بيه، انت بتاخده من الاول خالص وتركنه في جنب كده ماشي. طيب التست ده ست طبعا دي بتستخدم بقى ايه، دي اللي انت ركنتها على جنب في الاول خالص عشان تتست الداتا بتاعتك وتطلع الاكيورسي النهائيه بقى اللي انت هتعتمدها. طيب بيقول لي ذا سامبل اوف داتا يوزد تو بروفايد ان ايفالويشن اوف ذا فاينل موديل. انت خلاص عملت الموديل بتاعك وعملت له فاليديشن وطلعت افضل موديل عندك بافضل بارامترز، فانت مضطر دلوقتي تستخدم تيست داتا سيت ما شافهاش خالص قبل كده عشان يعني ايفالويت الموديل ده يقيمه، فهو يطلع ايه، يطلع اكيورسي معينه اللي انا هستخدمها بقى ايه احكم بيها على الالجوريزم ده يعني. طيب يقول ذا تيست داتا سيت بروفايد ذا جولد ستاندرد يوزد تو ايفالويت ذا موديل. طبعا ده افضل قيمه او ده الحاله الوحيده يعني اللي انا ممكن احسب بيها الايفالويشن بتاع الموديل ماشي. بيقول لي اتس اونلي يوزد وانس، تستخدم مره واحده بس بعد ما الموديل ايه يحصل له تريننج وبعد ما يعمل له ايه فاليديشن. التريننج يا جماعه بيقصد بيها انك عملت تريننج وفاليديشن مع بعض، يعني بعد ما عملت تريننج وفاليديشن خلاص كده انت عملت تريننج خلاص كده. طيب بعد ما عملت تريننج بقى، بعد ما عملت تريننج فانت مضطر تعمل تيستنج بقى، تعمل تيستنج بقى بديتا ما شافهاش قبل كده خالص عشان تحسب الاكيورسي بتاعتك لو انت شغال على الكلاسيفيكيشن، او عشان تحسب الايرور بتاعك لو انت شغال على الريجريشن. يبقى ديت اللي هي التست ايه، تست داتا سيت. طيب قال لك بقى ايه موضوع الفاليديشن ده، فيه شغل كتير يعني، في حاجه اسمها الكروس فاليديشن بقى. الكروس فاليديشن ده بيقول لي هو عباره عن تكنيك اللي بيستخدم اصلا عشان افصل الداتا بتاعتي الى جزء للتريننج جزء الفاليديشن ماشي. طيب هتفصلهم ازاي؟ في ثلاث انواع، وما طبعا بالفعل في تقريبا خمس ست انواع كده، بس افضل انواع موجوده يعني دلوقتي اللي هو الثلاث انواع دول، وافضل واحد فيهم اللي هو رقم اتنين ده اللي هو الكي فولد كروس فاليديشن ماشي. بس انا قلت ما اشرح لكم الثلاثه دولت وكده كده هتشتغل على ده بس، يعني انت شغال على الماشين ليرنينج عموما هتشتغل على الكي فولد كروس فاليديشن. اول نوع عندنا اللي هو الهولد اوت كروس فاليديشن، ثاني نوع كي فولد كروس فاليديشن، وريبيتد راندوم سب سامبلنج فاليديشن. طيب تعال نشوف اللي هو النوع الاولاني. النوع الاولاني ده اللي هو بيبدا يقسم الداتا بتاعتك الى جزء تريننج وجزء فاليديشن، يعني تفترض ان التريننج الداتا بتاعتك عباره عن 100% فيقوم مقسم الداتا الى 70% و30%، بس ده كل اللي بيعمله ان هو هياخد جزء للتريننج 70% و30% ايه الفاليديشن، طبعا مع اعتبار ان انت واخد جزء اصلا من الداتا للتستنج ركنه على جنب واخد بالك. طيب طبعا عندي سؤال بالنسبه للحته دي، اتفضل. يعني لما احنا كنا بنكتب الكود زي ما انت كنت حاططه لنا في الفيديوهات، كنت انا كتبته زي ما انت قلت ان انا بقسم الداتا اللي هي سبليت 70% تيستينج و30 70% تريننج سوري و30% تيستينج، هو لوحده هيروح لو انا اخترت له مثلا فور اكزامبل الكي فولد بدل دي، ان ال70% تريننج لوحده هيقسمها جزء منها فاليديشن وتريننج، ولا هو لازم يستنى ان انا اللي اقول له يبقوا كام في الميه؟ لا انت ممكن تحدد، وممكن هو بيشتغل ديفولت كده، يعني احنا عندنا مثلا في الكي فولد انت بتقول له انا عاوز اقسم الداتا بتاعتي الى كام جزء، لسه ما اتكلم في الكي فولد مثلا هقول لك انا عاوز اقسم الداتا بتاعتي يعني الى 10. انا اللي بختار له كمان الفاليديشن كام في الميه انت بتقول له مثلا عاوز اقسم الداتا بتاعتي الى 10 اجزاء لسه يعني هشرح لك الكلام ده دلوقتي بالتفصيل في الكي فولد يعني. بس خلينا بس نبص دلوقتي في الهولد ايه، في الهولد اول كروس فاليديشن. لو انت بتستخدم في هولد اول كروس فاليديشن انت اللي بتحدد له 70 و30 دول، انت اللي بتقول له انا عاوز دول 70 وعاوز دول 30 باي ديفولت. لو انت ما حددتش حاجه هو هيشتغل على 70 70% للتريننج و30% للفاليديشن خلاص كده.
طيب بيقول لي in the case of hold out cross validation the data set is randomly split into training and validation a data. يعني انت عندك الداتا بتاعتك 100% انت بتبدا تقسم الداتا الى جزء 70% تريننج و 30% فاليديشن. طبعا ما بياخدش بالترتيب حته راندوملي دي يعني معناها ان انا ما باخدش بالترتيب 70%. يعني مش هاخد اول 70% للتريننج واخر 30% للفاليديشن، لا ده يعمل كده ايه زي غربله للداتا كده ماشي، او بمعنى اصح يعمل حاجه اسمها شافل. سامعني؟ شافل ديت معناها يعني ايه؟ سامع اللي هي الـ يعني كانك كده ايه خدت الداتا كده وايه وهزتها الاول بعد كده قمت ايه قمت مطلع منها 70% للتريننج و 30% للفاليديشن. طيب جنرالي ذا سبليت اوف تريننج داتا از مور ذان تيست داتا. طبعا هنا بيقول لك ان لازم يكون التريننج داتا بتاعتك تكون البيرسنت بتاعتها اكتر من الفاليديشن، صح ولا ايه؟ طيب we training data is used to induce the model and validation data is evaluate the performance of the model. طبعا الكلام ده اتكلمنا فيه خلاص، عرفنا بقى خلاص ان التريننج داتا بتستخدم عشان تطلع لي اللي هو الفيرست موديل يعني، والفاليديشن دي بتستخدم عشان تحسب لي البرفورمانس بتاع الموديل من خلال ان هو بيعمل حاجه اسمها هايبر بارامتر تيونينج عشان نشوف افضل بارامترز وكده. طيب يقول لي the more data is used to train the model the better the model is. يعني كل ما بتزود القيمه بتاعه التريننج داتا كل ما الموديل بتاعك بيكون افضل ماشي. طيب يقول لي فور ذا هولد اوت كروس فاليديشن ا جود اماونت اوف داتا از ايزوليتد فروم تريننج. يعني في الحاله بتاعه الكروس فاليديشن دي بياخد قيمه كبيره شويه من الداتا اللي هي 30% دي، 30% بالنسبه للفاليديشن كتيره شويه، بس هو بيقول لك يعني النوع ده هو بيضطر ان هو يستخدم اكبر جزء ممكن من الداتا كلها يعني عشان يشتغل عليه. طيب احنا ما بنفضلش النوع ده لانه طبعا بياخد جزء كبير من الداتا فبيأثر طبعا على الموديل بتاعي، لان الموديل ما بيبقاش شاف كده، ما بيبقاش شاف شكل كبير من الداتا، شكل اشكال مختلفه من الداتا، انت خدت منه تقريبا تلت الداتا خدتهم للفاليديشن. طيب ايه البروس والكونز اللي هي المميزات والعيوب؟ الميزه بتاعه النوع ده ان هو سيمبل، يعني انت خلاص انا عارف ان ديت 70% و30% تقدر تقسمهم باي كان الطريقه اللي انت تقسمهم بيها وتشتغل عليه، ممكن تقسمهم مانوال. طيب فبيقول ان هو سيمبل وايزي تو اندرستاند وايزي تو امبلمنت كمان. الكونز بتاعه الكلام ده ان هو بيقول لي نوت سوتابل فور. طيب انا كنت بتكلم عن الامبالانسد داتا سيت. يعني ايه كلمه امبالانسد؟ امبالانسد يعني ايه؟ يعني لما يكون عندك مثلا الاكس داتا والواي اللي هو الانبوت والاوتبوت، لما يكون عندك الاوت بتاعك العدد بتاع مثلا الكلاسز، نفترض بقى ان انت عندك الكلاسز بتاعتك يا اما 0 يا اما 1 يعني، فلو انت عندك الكلاسز بتاعتك يعني الى حد ما بنسبه 50% 0 ونسبه 50% واحد، دي بيسموها بالانسد داتا سيت، واخدين بالنا؟ طيب لو انت عندك مثلا في الواي دي نفترض يعني انت عندك مثلا هنا 1 و0 بعد كده لقيت 1 1 1 1، دي بيسموها ايه بقى؟ دي بيسموها imbalanced data set. يعني ايه imbalanced data set؟ لما يكون عدد الكلاسز بتاعت كلاس معين لا تساوي العدد الثاني. طبعا مش بالضروره يكون بيساوي بعض، هو يعني مثلا تكون يعني. يعني تكون قريبه من بعض بنسبه مثلا من 40% ل 50% او من 40 ل 60، فدي يعني مش ويل فاليد يعني ما فيهاش بالظبط. لكن لما يكون بالنسبه دي نسبه 10% الى نسبه 90% دي بيسموها ايه؟ نسبه امبالانسد ايه؟ امبالانسد داتا سيت. فهو بيقول لي ان الهولد اوت كروس فاليديشن دي بتكون امبالانسد داتا سيت، بتكون من ضمن العيوب بتاعتها يعني انها ما بتشتغلش كويس على ايه؟ على الامبالانسد داتا سيت اللي هي دي. ليه؟ لان هو بيقسم بجزء 70% للتريننج و30% للتستنج، فنفترض ان انت 70% انت خدتهم دولت كلهم طلعوا في الوحايد، ما انت كده ضربت الموديل بتاعك على ايه؟ على كلاس واحد بس، فلما تيجي تدي له حاجه فيها كلاس زيرو هيجيب لك واحد برضه، واخدين بالنا كده؟ صح تمام. دي كانت مشكله. طيب الحاجه الثانيه بيقول لي a lot of data is isolated from training the model. يعني بيقول لي المشكله الثانيه بتاعته ان هو بياخد 30% من الداتا، وطبعا 30% من الداتا ديت جزء كبير جدا ان هو يشتغل عليه في الفاليديشن، لان هي اصلا 70% يعني او 80% اساسا كلها على بعضها يعني. بالظبط. يبقى ده انت ايه؟ يبقى انت دلوقتي عندك المشكلتين الكبار دولت، اللي هو اول حاجه ما بيشتغلش على الامبالانس داتا، او بيشتغل بس مش هيطلع لك اكيورسي، والوت اوف داتا بتتشال من الداتا عشان تعملها فاليديشن اساسا. طيب دي هنت بس مكتوبه تحت يعني ايه الامبالانس داتا سيت عشان الايه، عشان لو انت عاوز تذاكرها.
طيب النوع الثاني بقى، وده اهم نوع عندنا ويعتبر افضل نوع، يعني النوع اللي هو الكي فولد كروس فاليديشن. الكي فولد كروس فاليديشن هو بيعمل ايه؟ بيقول لي لو انت عندك مثلا ديت الديتا بتاعتك، اللي هي نفترض ان ديت التريننج ديتا بتاعتك اللي انت هتقسمها لجزء ترين وجزء فاليديشن. طيب هو يعمل ايه بقى؟ هيبدا يقسم الديتا بتاعتك الى ايه؟ الى حاجه اسمها كي فولدز، يعني اجزاء، شويه اجزاء كده انت اللي هتحددها. نفترض مثلا انت قلت له عدد الكي فولدز بتاعتك 5، هيقوم عامل ايه؟ هيقوم مقسم الديتا بتاعتك الى 5 اجزاء زي ما انت شايف كده. طيب هياخد اول جزء ده اللي هو الاصفر ده مثلا، هيبقى ده هو ده الايه، هو ده الفاليديشن، والباقي هو ايه، هو التريننج بتاعك. واخد بالك؟ ها مركز معايا ولا ايه؟ طيب تاني، انت عندك في اول اتريشن مثلا، يعني انت قلت له مثلا عاوز اشتغل على الكي فولز بتاعتي 5 مثلا، عاوز اشتغل على 5 اجزاء. طيب 5 اجزاء هيعمل ايه؟ هيقوم واخد الديتا بتاعتك، ايه نفترض ان الديتا بتاعتك اللي هي 100%، هيقوم مقسمها الى 5 اجزاء، ادي الجزء الاولاني، الجزء الثاني، الجزء الثالث، والجزء الرابع، ماشي، والجزء الخامس اهو، يعني 1 2 3 4 5. بعد كده هيقوم واخد الجزء الاولاني منها دي، هيشتغل عليها ايه، ده فاليديشن، والباقي ده كله ايه، تريننج، ماشي. ودي هتبقى الاتريشن رقم 1، دي هتبقى الاتريشن ايه، الاتريشن رقم 1، ويطلع بها اكيورسي ويطلع بها كل حاجه. بعد كده يقوم عامل اتريشن ثاني، هيقوم يعمل ايه بقى؟ الجزء اللي كان فاليديشن هيدخله في التريننج وياخد الجزء الثاني فاليديشن. واخد بالك انت؟ يعني هياخد الجزء الثاني بقى، اللي هو الجزء الثاني من الداتا ده هيبقى هو الفاليديشن، والباقي ده تريننج، يعني ده هيبقى تريننج. طيب احنا كنا بنتكلم عن الكي فولد كروس فاليديشن، وقلنا ان التكنيك ده بيبدا لو انت عندك الداتا بتاعتك مثلا 100% زي ما انت شايف كده، دي اول اتريشن في ال 100%، يعني فانت لو قلت له الكي فولد بتاعتك 5، فبيبدا يقسم الداتا بتاعتك الى 5 اجزاء مثلا، 20% 20% 20% 20% وهكذا. يعني لو انت قلت له 10 10 في 10 كي، يعني لو الكي فولد بتاعتك 10 هيقسم الداتا الى 10 اجزاء. طيب كل مره بيعمل ايه؟ كل مره هياخد الجزء الاول ده كفاليديشن، والباقي ده تريننج، ماشي. طيب ويبدا يعمل بقى ايه، يعمل ديفلوبمنت ويشوف الهايبر بارامترز ويشوف افضل اكيورسي ويطلع الاكيورسي بتاعتك، يعني يطلع اكيورسي للجزء ده كده اللي هو اول اتريشن عندك. طيب تاني اتريشن هيقوم واخد الجزء الثاني كفاليديشن، طبعا الجزء الثاني ده بيبقى مختلف عن الجزء الاولاني، هياخد الجزء الثاني ده كفاليديشن، والباقي ده تريننج وده تريننج، ماشي. بعد كده هيقوم واخد الجزء الثالث فاليديشن. بعد كده عندنا في الاتريشن رقم 4 بيبدا برضه ياخد الجزء الرابع، ماشي، اللي هو هيبقى فاليديشن، والباقي ده تريننج، والجزء الخامس اللي هو الاتريشن رقم 5 هياخد ده فاليديشن وده ايه، وده تريننج. طيب انت هتشتغل كام اتريشن؟ مش انت قلت لك دلوقتي، مش انا قلت لك كي فولد بتاعتك 5؟ طيب يبقى الداتا بتاعتك كل مره هتقسم 5 مرات وهتشتغل 5 اتريشن. لو قلت لك 10 هتقسم الداتا بتاعتك الى 10 اجزاء وهتشتغل 10 اتريشن، عشان تعدي على كل ايه، على كل جزء لوحده، عشان كل جزء يتاخد كل مره كفاليديشن والباقي تريننج. طبعا فهمنا بقى ايه فايده الفاليديشن اصلا. فايده الفاليديشن انك بتطبق كل مره على برامترز، تعمل هايبر برامترز عشان تشوف افضل برامترز فيطلع لك اكيورسي. يبقى انت دلوقتي كل اتريشن من دي المفروض تطلع لك اكيورسي، صح ولا ايه؟ صح، اطلع اكيورسي ولا اطلع احسن بارامترز؟ ما هي بتشتغل على احسن برامترز فيها وبتطلع لك اكيورسي كمان، يعني تمام. كل اتريشن من دي بتشتغل على افضل برامتر وتطلع لك ايه، وتطلع لك اكيورسي. بعد كده انت غيرت شكل الفاليديشن عشان يشوف شكل مختلف للديفلوبمنت داتا، عشان يشوف لها شكل مختلف بحيث انك تدربه على اشكال مختلفه. انت اصلا في النوع بتاع الكي فولد ده، ان انت كل مره لما اديت له تريننج داتا اديتها له بشكل مختلف، يعني مش قسمت الداتا بتاعتك الى 70 و30 وخلاص، لا، ده انت عملت ايه، ده انت المره الاولى اديت له دول اللي هم دول الجزء ده يشتغل عليه تريننج، تاني مره قمت ايه، مغير الشكل شويه، خدت جزء ده اللي هو ما شافوش قبل كده، ماشي، وجزء شافه قبل كده ودخلتهم للتريننج، ان هو ايه، يشوف شكل مختلف للديتا. كل ما بتدي للديتا بتاعتك، كل ما بتدي للموديل بتاعك اشكال مختلفه من الديتا، بيطلع لك موديل افضل، ماشي. طيب في تالت اتريشن اديت له برضه ديتا بشكل مختلف، اللي هو التريننج ديتا بشكل مختلف، وفي رابع برضه نفس الكلام اهو، وده في الخامس نفس الكلام، كل مره برضو اديت له فاليديشن مختلف. فالفاليديشن الاولاني ده لو كان شغال مثلا على برامتر وطلع لك اكيورسي معينه، ماشي، هو طلع افضل ما عنده في الهايبر برامتر بتاعته،
وده طلع افضل ما عنده في الهايبر بارامترز بتاعته وده طلع افضل ما عنده وهكذا بقى. طب انت هتحسب الاكيورسي بتاعتك ازاي؟ هتعتمد الاكيورسي بتاعتك ازاي بقى في الاخر اللي هي افضل ازاي؟ بقى افضل قيمه؟ انك هتاخد الافرج بقى، يعني هتاخد الافرج بتاع مين؟ بتاع الخمسه دول مع بعض، واخد بالك معايا؟ تمام. طيب هتاخد الافرج دول ازاي؟ يعني انت اشتغلت اول مره، شفت شفت انت الانيميشن ده، بص كده هو بيبدا يقسم الداتا بتاعتك الى جزء تيست وجزء ترين، ماشي؟ فانت هتلاحظ انت عندك اللون الاخضر ده اللي هو الجزء اللي انا باخده كفاليديشن يعني زي ما انت شايف كده، والجزء اللي هو الباقي الاحمر كله هيبقى ايه؟ هيبقى تريننج. بس كل مره بيمشي بالترتيب ده، انت تاخد الجزء الاولاني اللي هو جزء اول جزء خالص في الكي فولز اللي انت حددتهم ده يشتغل على الفاليديشن، الباقي كله تريننج، بعد كده تاني جزء يشتغل على الفاليديشن والباقي كله تريننج، بعد كده تالت جزء، بعد كده رابع جزء وهكذا. طيب ايه المعادله بقى اللي بتحدد الاكيورسي النهائيه بتاعت الكلام ده؟ اللي هي الايه؟ اللي هي بتاعت تاخد الاكيورسي بتقسمها على عدد الكي فولز اللي انت حددتهم اصلا. في مشكله كده؟ انا بقسم الاكيوريسي في كل مره لا، على عدد المجموع التوتال، بتاعهم، مجموعهم على عددهم. مجموعهم كلهم. انا خلاص اه، ماشي. عشان كده في سميشن عندك اهو. السميشن ده بيقول لك بيمشي من اول واحد الاي بتساوي واحد لحد الكي، فانت قلت مثلا الكي بتاعتك بخمسه يعني، فانت هياخد بقى الاكيورسي بتاعت الاولاني والثاني والثالث والرابع والخامس ويقسمه ويجمعهم ويقسمه على خمسه عشان يديك الاكيورسي النهائيه بتاعت التريننج. البروس والكونز بتاع النوع ده ان هو بيقول لي لو تايم كومبلكسي، ان هو ما بياخدش وقت، الكومبلكس بتاعت النوع ده ما بتبقاش يعني ما بتاخدش وقت كتير يعني، والانتاير داتا سيت از يوتيلايزد فور بوث تريننج اند ايه اند فاليديشن. الجزء اللي انت ايه اللي انت دخلته للموديل بيبدا ياخد ايه، بيبدا يقسم هو جزء للتريننج جزء للفاليديشن، والموضوع بيشتغل مش حاجه ثابته كل مره، يعني مش في الخمسه اتريشن هشتغل على خمس اجزاء زي ما هم، لا ده انا كل مره هغير الشكل بتاع الفاليديشن والشكل بتاع التريننج. فدي ميزه انك بتخلي الموديل بتاعك يشوف اشكال مختلفه من الداتا كل مره، وكل مره برضه بيشوف شكل مختلف من فاليديشن عشان يشوف افضل بارامترز عنده ايه. فالموضوع ده على فكره يعني ايه اثبت نجاحه بشكل كبير ومطلع نتائج كويسه جدا يعني ايه في المودلز يعني. طيب الكونز بتاع الكلام ده ان هو بيقول لي برضه نوت سوتابل فور امبالانسد ايه؟ امبالانسد داتا سيت. مع انه خد كل حاجة فيها يعني، ان هو عدى على التريننج كله خده كفاليديشن. اه بس هو بيقول لي يعني برضه ما بيطلعش برضه اكيورسي في الموضوع بتاع الامبالانس داتا سيت. ما هو لوجيك، الموضوع ما هيبقى للاسف لو انا عندي مثلا في الاكزامبل داتا كلها فيها كلاسز 1 وعندي 3 او 4 روز، 4 صفوف بس فيهم زيرو، انت عارف ليه الكلام ده؟ امبالانس فلوجيك داتا مش سيت لو انت مثلا جيت تقسم الفولز بتاعتك بالشكل ده كده ممكن يصادف ان الجزء ده بس يعني هو ده اللي كله فيه كلاس اه فيه يبقى فيه كلاسز. كلاس لوحده ملوش علاقه بالباقي يعني، دي برضو بتبقى هو مشكله يعني. الامبالانس، هو الامبالانس داتا سيت عموما وحشه يعني، اه مش حلو. ليها حل يعني، ليها حلول يعني، انت ممكن تحلها بطرق معينه. طيب النوع اللي بعد كده اللي هو بيسموه ريبيتد راندوم سب سامبلنج فاليديشن، ده نوع بيشتغل زي الكي فولد بالظبط، بس الفكره بتاعته ان هو ايه، بص كده، بدل ما اخد بالك اوف داتا على بعضه يعني بدل ما اخد الواحد لحد ثلاثه ده كفاليديشن، لا هو بيبدا يقسم الفاليديشن بتاعتي ياخد جزء منها، ادي الجزء الاولاني والجزء الثاني اهو والجزء الثالث اهو، ماشي؟ ده اللي هاخده كفاليديشن، والباقي اللي هو الجري ده كله هاخده تريننج. واخدين بالنا ولا ايه؟ لا وتاني تاني كده اتريشن، معانا. تاني انا مثلا قلت لك ايه، قسم لي الداتا بتاعتك الى 15 جزء اللي هو الكي فولدز بتاعتك 15 ايه 15 جزء، بس انت كل مره هتاخد يعني كانك مثلا بتاخد ثلاث اجزاء من الداتا دي عشان يشتغلوا ايه، يشتغلوا كفاليديشن والباقي كله يشتغل على التريننج يعني. طيب الثلاث اجزاء اللي هو هياخدهم دولت مش هياخدهم على بعض، مش زي الكي فولد. الكي فولد كان بياخد ايه، لو انت مثلا كنت شغال على 15 جزء كان هياخد الجزء الاولاني ده يشتغل عليه لوحده، بعد كده الباقي كله ده كان هيشتغل عليه تريننج، بعد كده تاني جزء كان يشتغل عليه كفاليديشن والباقي كله ايه، الباقي كله تريننج. لا هنا بيعمل ايه بقى، هنا بيعمل حاجه اسمها راندوم سام سامبلينج، يعني هياخد مثلا ثلاث اجزاء بس هياخدهم راندوم من اي مكان يعني، راندوم كده من اي مكان، مثلا اول مره خد اثنين واربعه و10 دولت اللي هيشتغل عليهم الفاليديشن والباقي كله هيشتغل عليه تريننج. طيب تاني اتريشن هيختار راندوم برضه ثلاث اجزاء انت ما تعرفهمش على فكره، هما ثلاث اجزاء اللي هو يختارهم راندوم. وبيختارهم. اه فهو يختار الرقم ده وده وده مثلا يعني، بعد كده في الاتريشن رقم ثلاثه بيختار مثلا برضه اجزاء راندوم يشتغل عليها فاليديشن والباقي تريننج وهكذا بقى وانت شغال. طيب البروس بتاع الكلام ده هو بيقول لي ذا بروبورشن اوف تريننج اند فاليديشن سبليت از نوت ديبندنت اون ذا نمبر اوف اتريشنز اور بارتيشنز،
يعني الجزء اللي انت بتاخده بتاع الفاليديشن سبليتس اللي انت اخدتها ده مش بيعتمد على عدد الاتريشنز ولا بيعتمد على عدد الكي فولد اللي انت حددتهم. ليه؟ لان انت واخد هنا ثلاث اجزاءهم، ايه علاقه الثلاثه بال 15 او ايه علاقه الثلاثه بال 10 اللي انت حددتهم في الكي فولد؟ مش تقسيمه يعني، مش متقسمه بطريقه برضو ايه. فهو بيعتمد بقى ان هو ممكن ياخد اثنين، ممكن ياخد ثلاثه، ممكن ياخد اربعه، انت ممكن يكون في بارامتر زياده انت بتزوده في حاجه زي كده. طب ده ممكن كمان يكون بيكرر فيهم يعني، حتى الثلاثة دول ممكن يكون بيكرر كمان فيهم مثلا، ما هي دي بقى مثلا المشكله اللي الاتريشن انت ممكن اتنين تقع فيها. المش اللي هو مثلا البارت بتاع 13 في الاتريشن التاني، والبارت بتاع برضه هو متاخد هو و12 في الاتريشن الرابع، لا وفي مشكله مع انه كمان ممكن تانية. يكون بعيد. المشكله التانية بيقول ايه، بص اول عيب ان هو بيقول لي sub samples may not be selected for either training or validation. يعني انت بالظبط. كل مره وانت شغال ممكن يحدد لك كل مره الجزء بتاع الفاليديشن قريب من بعضه او نفسه، فبتلاقي في اجزاء ما دخلتش اساسا لا في تريننج، كل مره تلاقي يعني في اجزاء معينه كده كلها كل مره داخله تريننج ما تدخلش فاليديشن خالص، او في اجزاء بتبقى داخله فاليديشن على طول ما تدخلش تريننج خالص. ده طبعا صح. عشان بيعتمد على ايه، بيعتمد على الراندمايزيشن اللي انت شغال عليه. تمام ماشي. طيب تمام نوت سوسبل برضه فور امبالانسد داتا سيت. طب انت شايف برضو دلوقتي لحد دلوقتي ايه افضل نوع؟ هو كي فولد طبعا احسن، كي بس فولد مشكلتي احسن. الامبالانس الداتا سيت دي ما اعرفش، مش يعني الامبالانس فيهم داتا سيت كلهم. ديت ليها تكنيكس انت هو بتستخدمها. ما ينفعش في الامبالانس دي مثلا الروز نفسها اعمل لها دوبليكيشن وخلاص. لا هي مش دوبليكيشن، دوبليكيشن ده هيعمل لك حاجه اسمها اوفر فيتنج، دخلك في مشكله تانية. دوبليكيشن خفيف كده يعني، بدل ما يبقى عندي مثلا 90 رو لكلاس 1 و4 رو لكلاس 2 اخليهم مثلا 10 رو لكلاس 2 اكترها شويه بس. ماشي، بس لازم يكون على اساس معادلات، على اساس حاجات ماشي، تطلع ممكن قيم اعمل زياده. معادلات امبيريكال واطلع منها اه بالظبط، انت ممكن تحلها بالطريقه دي. ماشي. واطلع منها نفس الكلاس. طب ايه التكنيكس يا هندسه اللي ممكن تتحل بيها المشكله دي؟ لان دي فعلا يعني في اصلا في هي دي يعني في كل حاجه يعني، هي مثلا في حاجات موجوده في السايكت ليرن كده بتشتغل على الامبالانس داتا سيت بس، يعني مش هي نفس التكنيك بتاعتنا مودلز طبعا. ولا ها عشان هي مودلز ولا فاليديشن مودلز. ميثودز، عشان الصوت مودلز قطع بس. بس بتبقى معمول لها كده ايه، زي عارف انت الديفلوبمنت يعني، بيبقى عليها تطوير بشكل معين بحيث انها تشتغل على الامبالانس داتا سيت بس. يعني هي تاخد الامبالانس داتا سيت ديت وتعمل عليها شويه تكنيكس بحيث ان هي تزود عدد الكلاسز اللي مش موجوده اساسا. يعني هي باي ديفولت كده هتزود عدد الكلاسز اللي مش موجوده عشان تخليها بالانسد عشان تقدر تشتغل عليها بس، طب او انت تحلها مانيوال، او انت تاخد الداتا سيت بقى وتبدا تشوف انا ممكن ازود الداتا دي ازاي، ممكن اعمل لها معادلات زياده، ممكن ازود عليها داتا موجوده في الواقع. هو المفروض لما انت طب في تشتغل على داتا سيت يكون الداتا سيت ديت بالانسد، مفروض. لو مش بالانسد انت لازم تحل مشكلتها الاول قبل ما تشتغل عليها، او تشتغل على تكنيكس بتحل مشاكل الايه الامبالانس داتا سيت. طب وبرضو المشكلة دي في الديب ليرنينج اكيد برضو موجودة، صح؟ بس الديب ليرنينج بقى في حلول بقى ايه، مش تيبك مش كابي بيست بقى، يعني في حاجه اسمها الديتا اوجمنتيشن، انا بكتر عدد بتكتر العدد بس مش بنفس الشكل. يعني انت مش بنفس الشكل كل مره، لا ده انت بتعمل ايه بقى، ده انت بتاخد مثلا الصوره ديت انا هاخد هعمل منها 20 درايف. صوره بس، ال 20 صوره دي كل مره بروتيشن مختلف، بسكيلنج مختلف، بإليمونيشن مختلف، يعني كل مره بيبقى ليها ايه، بيبقى لها خصائص مختلفه. الحاجات ماشي. اللي هي السترايد والكلام ده. بالظبط، فدي بتتحل اصلا بحاجه اسمها داتا اوجمنتيشن. دي لو انت تمام شغال على الصور يعني، لسه هتكلم على تمام فكره في البرزنتيشن دي، هتكلم عن الداتا اوجمنتيشن. تمام طيب تمام خلاص فهمنا كده الثلاث انواع دولت، وعرفنا افضل نوع ممكن يشتغل عليه هو الكي فولد، نعتمد عليه بقى. طيب الثلاثه دولت بيندرجوا تحت حاجه اسمها الكروس فاليديشن عشان نبقى عارفين بس.